هنعمل دلوقتي المين كورس او الصنف الرئيسي بتاع النهارده. هنعمل خضار بطاطس وكوسه وخرشوف، هعملها بصوص ابيض بصوص كريمه مختلف عن اللي احنا واخدين عليه، بس طعمها حلو جدا. هحشيها بلحمه بس خضار مع اللحمه. هنقول المقادير بتاعتنا. هستعمل 5 حبات بطاطس، بصوا تبقى صغيره، وحاولي كلهم يبقوا نفس الحجم، الحجم قدر الامكان يبقى قد بعضه. خلاص بقشرها وبقورها. 4 حبات كوسه، 6 حبات خرشوف. هستعمل نص كوبايه لحمه معصجه، 2 معلقة مشروم مفروم، المشروم بيتقطع كده مكعبات صغننه، و2 معلقة بسله وجزر. خلاص 2 معلقة بسله و2 معلقة جزر. الصوص بتاعي 2 كوبايات كريمه، 2 كوبايات حليب، رشه جوز الطيب، 2 معلقة صغيره ممسوحه دقيق، جبنه تشيدر وجبنه موتزاريلا، الاثنين مبشورين، التشيدر والموتزاريلا الاثنين مبشورين. خلاص يبقى هستعمل لحمه المعصجه مع البسله والجزر والمشروم، دول علشان احشي بيهم الخضار بتاعتي. خلاص اول حاجه هعمل ايه؟ اجهز الخضار بتاعتي. هجهزها ازاي؟ قلنا احنا البطاطس بنقشرها ونقورها، الخرشوف يبقى عامل زي الكاس ما يبقاش فلات، يعني ما يبقاش مبطل، يبقى محفور، والكوسه بكحتها وبعدين بعملها زي القارب، باخدها بالطول كده وبعدين اعمل فيها فتحه اقورها يعني زي القارب كده اهي كده. ايوه بصوا اهي، واشيل منها القلب بتاعها واحطها تتحمر. البطاطس برضو والخرشوف كلهم بحمرهم بحيث لونهم يبقى ذهبي، مش احمرهم يبقوا متحمرين. بس اخد بالي ان الكوسه ممكن مين معانا ممكن تتحمر بسرعه. يا ندى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا قمر؟ ازيك يا شيف ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. عينيا ليك يا حبيبتي. الحمد لله يا حبيبتي. عينيا ليك يا رب. حبيبة قلبي ربنا يخليكي ليا يا رب. ميرسي ليكي قوي والله على كل الوصفات الجميلة اللي بتعملها لنا. تسلمي لي يا حبيبتي تسلمي لي. جربتيها يا ندى؟ كله والله يعني على طول، كل حاجة أنت بتعمليها لازم أنفذها على الغداء. شطورة طبعا شطورة. أنا بحب البنات الشاطرة كده. ميرسي. العفو يا حبيبة قلبي. عينيا ليكي. عايزة أقول لك حاجة؟ لا ميرسي لك، أنا بس كنت عايزة أسلم عليك وأشكرك على وصفة تشيز كيك. الله يخليكي. عملتي تشيز كيك؟ عملته طلع جميل جدا. وجبتي سهله جدا. صحيح عندك حق. بالهنا والشفا يا قمر، بالهنا والشفا حبيبه قلبي. تسلمي يا قمر. بصوا اول ما تبتدي تاخد لون دهبي هطلع. احنا هنخليهم يتحمروا، احمد هياخد باله منهم، وهنبتدي احنا نشتغل في اللي احنا مشوحينه قبل كده. بصوا اهي ده اللون اللي انا عايزاه، اهي ده اللون اللي انا عايزاه، لون دهبي، مش عايزاه تتحمر. هجيب الطاسة أو الصينية اللي أنا هشتغل فيها، بس أهم حاجة يكون ليها غطا، وهبتدي هخلط اللحمة مع المشروم. أدي المشروم بسلة، وأدي الجزر واللحمة المفرومة. هذه معلقه، هنشوف جلافز فين، عايزين جلافزات. ادي اهو هقلب الخضار مع اللحمه المعصجه. اوكي الخضار بيدي طعم حلو قوي. بصوا البسله والجزر لو فروزن مش محتاجه ان انا اسويهم، لكن لو هما فريش يبقى لازم تنزليهم في الميه شويه. خلاص هاجي بقى هحط مثلا الكوسه هنا، الكوسه لازم تتحط الاول قبل ما احشيها، وبعد كده نبتدي نحشي بقى. الخضار بتاعنا البطاطس
لازم تتحمر علشان لو ما حمرتهاش ممكن تتكسر معاكي زي ما بعمل محشي البطاطس. الكوسه ممكن تسلقيها والخرشوف ممكن تسلقيه لو انت عايزه تقللي السعرات يعني، لكن البطاطس لو سلقتيها هتتكسر منك. التحمير بيخليها ماسكه نفسها وما تتكسرش. اوكي ادي البطاطس حشيتها للحشوه بتاعتي. اهو والخرشوف نفس الكلام هحطه. خليني احطه الاول برضو علشان ما احركوش وابتدي احط. طبعا لو فضل بره لو وقع بره مش مشكله، انا اصلا الحشوه اللي بتفضل بروح احطها حواليها عشان تبقى مخلوطه بالصوص بتاعي. اهو كده كده. بعد كده خرشوف. هما متحمرين مش هياخدوا معاكي وقت كبير. اخر واحد في السوا. بعد كده بقى هعمل ايه يا ام فارس؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام فارس ده انت صغننه، صوتك صغنن. وطي التلفزيون يا ريت. عندي 20 سنه. ما شاء الله ربنا يحميك يا رب. الله يخليك. عينيا ليك. انا عايزاكي تعملي لي البسطه فراوله. عينيا اعملها لك من عينيا الاثنين، اعملها لك الاسبوع ده كمان عشان انا بحب الصغننين الشاطرين. ربنا يخليكي وانا بحبك قوي 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 والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، اعملها لك الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله، يا بكره يا بعده من عينيا الاثنين. هاجي بقى اعمل ايه؟ هاجي اللبن بتاعي والكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن والكريمه والدقيق، ملح طبعا وفلفل لازم عشان احنا ما حطيناش ملح خالص على الخضار. بقلب الدقيق كويس وادي الفلفل الاسود. بالمضرب السلك الصغنن اهو عشان دقيق عشان ما يكلكعش بعد كده الدقيق. ادي الدقيق بتاعي وبعدين هحط الجبنه معاه اهو. ادي الجبنه الشيدر، مش هحطها على الوش، انا مش هحطها في الفرن دي، هحطها على البوتاجاز. بس الجبنه بتسيح معاها بتدي طعم حلو قوي. والموتزاريلا بس انا عايزه اسخنه، هعمل ايه؟ هروح مدخله الميكرويف او هحطه في حله على النار ثواني؟ عايزاه يغلي قبل ما احطه على النار. خلاص انا بسخنه. بعد كده اهو هجيب الخضار بتاعتي على النار، هحط عليها الصوص اللي انا عملته وهغطيها لغايه لما تشرب الصوص، يعني تبقى مش فيها صوص كتير قوي، بسيط وتستوي. وهقدمها جنب الرز بتبقى تجنن، حلوه جدا جدا جدا. انا اهي ابتدي احط بالراحه كده عشان شكله ما يبوظ. لسه في جبنه ما دابتش كويس، مش مشكله، ممكن هحطها كده هي هتدوب في النص. مش هحط كله لغايه لما يغلي علشان شكل الخضار ما يبوظ. هغطيها وتغلي، ولما تبتدي تشرب الصوص هبتدي ازود عليها بقيه الصوص علشان ما بوظش شكلها، يفضل شكلها حلو تبقى ماسكه نفسها كده اهو. لان انا لو حطيت الصوص كله هتتلخبط وهيفضل الخضار من الحشوه بتاعته هيبقى شكله مش حلو. خلاص يبقى احنا هنخليها لغايه لما تستوي تبتدي تشرب الصوص. هزود الصوص شويه الفاضلين عندي هنا هزودهم عليها لغايه لما تشربهم كلهم وتبتدي تخش في السوا. هقدمها مع رز او بطاطس بيوري زي ما انت عايزه.